بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. طبعا تزامنا مع الحدث الأليم والمؤسف الذي حدث بلبنان، كما رأينا بذلك الشكل المهول والمخيف. إذا سنرى هذه المقالة التي تعبر عن هذه الحالة المؤسفة. نسأل الله أن يخفف عن إخوتنا في لبنان وأن يجتاز هذه المحنة بسلام. المقال من على صفحة موند مويا أوريون، جريدة العالم كما نقول مويا أوريون. إذا نتكلم عن الشرق الأوسط الذي يضم طبعا مجموعة دول في العنوان كما نلاحظ لا غوت كيفي ديبوردي لو فاز. إذا نتكلم عن القطرة التي أفاضت الكأس. إذا كما نقول القشة التي قسمت ظهر البعير. بالنسبة للبنانيين ديجا أفليجي، إذن الذين هم من قبل أفليجي، كما نقول أنهم محزونون أو أنهم مبتلون. ديجا أفليجي، إذن كما نقول أنهم من قبل محزونون ومبتلون. بور لي ليباني ديجا أفليجي، إذن بالنسبة للبنانيين الذين هم من قبل محزونون ومبتلون، لو فيرب أفليجي المقصود بأنك تبتلي وأنك تحزن. بور لي ليباني ديجا أفليجي، إذن بالنسبة للبنانيين الذين هم من قبل محزونون، المقصود أنهم متضررون باغ اون كريز ايكونوميك اي بوليتيك، بأزمة اقتصادية وسياسية. إذن بالنسبة للبنانيين الذين هم أحزنوا وابتلوا باغ اون كريز ايكونوميك اي بوليتيك، بأزمة اقتصادية وسياسية، لا ديستركسيون دون غون بارتي دو بيروت اي لا كالاميتي دوترو. إذن لا ديستركسيون دون غون بارتي دو بيروت اي لا كالاميتي دوترو. لا ديستركسيون يعني هدم ودمار. لا ديستركسيون تأتي من فعل ديتخويغ، أنك تدمر، أنك تهدم، أنك تقوض، أنك تبيد. إذا نتكلم عن لو فيرب ديتخويغ، ومنها لا ديستركسيون. إذا لا ديستركسيون دون غوند بارتي دو بيروت إلى كالاميتي دو ترو. إذا دمار دون غوند بارتي لجزء كبير دو بيروت، من بيروت، إلى كالاميتي دو ترو، هو المصيبة وهو الكارثة. دو ترو من الكثير، المقصود بأنه مصيبة كثيرة وبأنه ابتلاء كبير. إذا كما نقول هنا هو مصيبة من الكثير، من الكثرة، بأنه صعب التحمل بمعنى آخر. دو ترو، إذا نتكلم عن كارثة ومصيبة كبيرة. سي لا غوت كي في ديبوردي لو فاز، إذا هي القطرة التي جعلت إفاضة، كما نقول أن أفاضت، إنها القطرة التي جعلت يفيض لوفاز. لوفاز طبعا هو الوعاء، هو الإناء، هو المزهرية. إذا نتكلم عن لوفاز مثلا مزهرية الأزهار، إذا نتكلم عن مزهرية، إذا تسمى لوفاز. طبعا كما نقول بالعربية القطرة التي أفاضت الكأس، أو كما نقول في معنى آخر كما قلنا القشة التي قسمت ظهر البعير. سي لا غوت كي في ديبوردي لوفاز. سي لا غوت كي في ديبوردي لوفاز، إذن هي القطرة التي أفاضت الكأس. إذا نتكلم عن هذا الحادث الذي حدث، طبعا هو أتى بعد أزمات شديدة ومتتابعة، وكأنه القطرة التي ستفيض الكأس، ستجعل الكأس يفيض. دي سون ديتور منانيم، إذن تقول بدون عودة كما نقول سون ديتور. سون ديتور المقصود بأن تقول بصراحة، تقول بدون تحول، تقول بدون تغيير اتجاهات أو لف أو دوران. دي سون ديتور منانيم، إذن تقول بدون لف أو بدون تحويل، المقصود أن تقول بصراحة وبصدق. كي كوني التي عرفت، طبعا نتكلم عن لو فيرب كونيتر، لا كريز دو 1958، إذن التي عرفت أزمة 1958 إلى غار دي ليبون، ثم عرفت حرب لبنان. طبعا كما نعلم بأنها حدثت هناك حروب أهلية في لبنان. إذن كي كوني لا كريز دو 1958 التي عرفت أزمة 1958 إلى غار دي ليبون، ثم عرفت حرب لبنان دون لي زاني 1970، التي عرفت حرب لبنان
في 1970، كما نقول في السبعينيات، دون لي زاني، في السنوات من 1970. إذن كما قلنا بأن مونانيم التي عرفت هذه الأحداث هي التي قالت بأنها القطرة التي أفاضت الكأس، هي صاحبة هذه المقولة في الحدث المؤلم الأخير. La femme âgée de 78 ans qui s'est retrouvée sous les décombres de sa maison dans la capitale dit avoir vu l'apocalypse par sa fenêtre. La femme âgée de 78 ans. المرأة المسنة ب 78 سنة. المقصود المرأة التي لها سن أجي، كما نقول أنها مسننة، المقصود أن هذه السن. La femme âgée de 78 ans. المرأة التي لها سن 78 عاما، دو 78 عام، إذا المرأة التي عندها 78 سنة، كي سي غوتخوفي سو لي ديكومب دو سا ميزون، التي وجدت نفسها، نتكلم على لو فيرب سو غوتخوفي، يعني وجد نفسه، لا نتكلم على لو فيرب تخوفي، يعني أنك تجد شيئا آخر، إذا كي سي غوتخوفي، طبعا نتكلم على لو فيرب سو غوتخوفي أو باسي كومبوزي. طبعا في الباسي كومبوزي الفعل اللي تيكون عنده هاد سو نتكلم على فيرب برونومينو، او في حاله مفرد نتكلم على فيرب برونومينال، انه تيتصرف مع لوكسيليير اتر كما عندنا هنا. اذا لا فام اجي دو 78 طون كي سي روتروفي سو لي ديكومب، كي سي روتروفي سو لي ديكومب دو سا ميزون، المراه ذات سن 78 عاما التي وجدت نفسها تحت انقاض، تحت أنقاض، إذا نتكلم على ديكومب، إذا كل ما تساقط من المنزل يسمى ديكومب. كي سي روتروفي سو لي ديكومب دو سا ميزون دون لا كابيتال دي افوار في لابوكاليبس بار سا فونيتر. إذا دي افوار في، قالت بأنها رأت، دي افوار في، قالت أنها رأت لابوكاليبس، يعني أنها رأت لابوكاليبس المقصود بها كارثة كونية أو نهاية العالم. الأبوكاليبس المقصود بها كارثة كونية أو نهاية العالم. إذا نتكلم هنا عن المرأة ذات 78 عاما التي وجدت نفسها تحت أنقاض منزلها التي تساقطت بفعل الانفجار في العاصمة. دي أفوار في، يعني أنها قالت بأن رأت الأبوكاليبس، رأت نهاية العالم أو رأت كارثة كونية من خلال نافذتها، من خلال نافذة منزلها. La femme âgée de 78 ans qui s'est retrouvée sous les décombres de sa maison dans la capitale dit avoir vu l'apocalypse par sa fenêtre. C'est une catastrophe qui vient s'ajouter à la détresse des Libanais. Et donc c'est une catastrophe, une carita qui vient s'ajouter. التي أتت لتنضاف، المقصود التي انضافت قبل قليل. كي فيان ساجوتي، التي انضافت قبل قليل يعني مؤخرا، على ديتريس دي ليباني، لمحنة اللبنانيين. لا ديتريس المقصود بها الضيق أو الشدة أو حتى الخطر. إذا نتكلم على لا ديتريس المقصود بها الضيق أو الشدة، كما نقول هنا بأن الأزمة انضافت لضيق وشدة اللبنانيين، المقصود أنها انضافت لمحنة اللبنانيين. فبدل الخروج من المحن السياسية والاقتصادية جاءت هذه الكارثة لتنضاف لهذه المحن. C'est une catastrophe qui vient s'ajouter à la détresse des Libanais. Ajoute Ramza Jaber Saad. طبعا نقول أضاف أو أضافت، طبعا في حالتنا أضافت. قبل قليل رأينا ساجوتي يعني انضاف، كأنه أضاف نفسه، كأن هذه الكارثة أضافت نفسها. هنا عندنا أجوتي يعني أنه هو يضيف شيئا. إذن أجوت رمز جابر سعد سكرتير جنرال أدجوانت دو لا كوميسيون ناسيونال ليباني دو لونيسكو. إذن نتكلم عن نائب الأمين العام للجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو. إذن سكرتير جنرال، الأمين العام، الأمين العام، ثم أدجوانت، إذن نتكلم عن نائب سكرتير جنرال أدجوانت، إذا نتكلم عن نائب الأمين العام. نائب هي هاد أدجوانت، كما نقول أنه مرافق بمعنى آخر أدجوانت، كما نقول
انه مرافق دو لا كوميسيون ناسيونال للجنه الوطنيه ليباني اللبنانيه دو لونيسكو لليونيسكو. Je me suis rendu ce matin mercredi au centre de l'explosion et je manque de mots. Il n'y avait que des gris. Je me suis rendu ce matin. المقصود أنني ذهبت أو وصلت ce matin هذا الصباح يقصد mercredi. يتكلم عن يوم الأربعاء. Au centre de l'explosion إلى مركز الانفجار et je manque de mots. وتنقصني الكلمات. تنقولوا هذا منك المقصود أنه ينقص. Il manque quelque chose يعني أنه ينقص شيء ما. إذن هنا et je manque de mots وأنا تنقصني الكلمات. المقصود أنني لم أجد الكلمات التي من خلالها أستطيع وأعبر عما أرى. Il n'y avait que du gris. لم يكن هناك إلا الرمادي. طبعا هم يقولون الرمادي. المقصود كأننا نقول ليس هناك إلا السواد بفعل هد الحرائق والانفجار. إذن je me suis rendu نعود إلى فعل سوغوندغ. هذا لو فيرب سوغوندغ. طبعا لو فيرب غوندغ كما رأينا فيما سبق المقصود بأنك ترد شيئا أو تعيد شيئا، وممكن أنه يعني يرفض يؤجل ينتج يمنح يعبر عن أو يلفظ. إذن نتكلم عن لو فيرب غوندغ ممكن أنه يأتي في هذه المعاني. طبعا لو فيرب سوغوندغ من ضمن معانيه يخضع يستسلم يظهر، ويعني أيضا يصل كما في حالتنا هنا. إذن je me suis rendu ce matin المقصود أنني وصلت هذا الصباح. بمعنى آخر أنا ذهبت. je me suis rendu ce matin أنا وصلت هذا الصباح يتكلم عن mercredi يتكلم عن يوم الأربعاء عندما وقع الحادث. طبعا المتكلم يقول عندما وصلت هذا الصباح au centre de l'explosion إلى مركز الانفجار je manque de mots وتنقصني الكلمات. Il n'y avait que du gris. Il n'y avait que du gris. لم يكن هناك إلا الرمادي. بمعنى آخر لم يكن هناك إلا السواد. سواد الحرائق. Ce drame survient alors que le Liban connaît la pire crise économique de son histoire et a dû déclarer faillite en mars, sans compter la pandémie de coronavirus, des manifestations monstres contre le gouvernement, les tensions géopolitiques entre les voisins de ce petit pays surnommé la Suisse du Moyen-Orient. Ce drame, هذه المأساة, survient. نتكلم على الverbe survenir. تحدث فجأة. إذن ce drame survient. هذه المأساة تحدث كما لو نقول فجأة. Alors que le Liban, alors في حين que le Liban, في حين أن لبنان connaît يعني أنه يعرف. طبعا نتكلم عن لوفير كونيتر مرة أخرى. alors que le Liban connaît la pire crise économique de son histoire. في حين أن لبنان يعرف la pire crise أسوأ أزمة économique اقتصادية de son histoire من تاريخه أو في تاريخه. إذن هاد المأساة تحدث فجأة في الوقت الذي لبنان يعرف فيه أسوأ أزمة اقتصادية من تاريخه. et a dû déclarer faillite en mars. et a dû déclarer ثم أنه أعلن فايت أنه أعلن إفلاسا في مارس en mars sans compter la pandémie de coronavirus. sans compter la pandémie de coronavirus بدون احتساب دون احتساب sans compter دون احتساب la pandémie de coronavirus إذن جائحة فيروس كورونا. دون احتساب جائحة فيروس كورونا طبعا التي أثرت بدورها على لبنان كما هو حال تأثيرها على بقية الدول. دي مانيفيستاسيون مونستر كونتر لو غوفرنومون. طبعا عرف لبنان أيضا دي مانيفيستاسيون تظاهرات. نتكلم عن لو فيرب مانيفيستي يعني تظاهرة. إذن دي مانيفيستاسيون مونستر إذا نتكلم عن تظاهرات ضخمة وهائلة contre le gouvernement ضد الحكومة. ثم les tensions géopolitiques ثم التوترات الجيوسياسية. ثم التوترات الجيوسياسية ما معنى جيوسياسية؟ جيو
كما نقول جيوغرافي، إذا نتكلم عن الجغرافية. إذا عندما نتكلم عن الجيوغرافي كما نتكلم عن مناطق دولة أو مناطق جهة من الأرض أو مناطق الأرض. إذا عندما يتعلق الأمر بمناطق من الأرض بصفة عامة، سواء كانت دولة أو جهة أو قطر ما، إذا نتكلم عن الجيوغرافي. هنا طبعا نتكلم عن الجيوبوليتيك، هنا نتكلم عن الجيوبوليتيك، إذا نتكلم عن الجيوسياسية. ما معنى هذا؟ هذا معناه أننا نتكلم عن السياسات المتعلقة بمناطق الأرض أو بمناطق البلد أو بمناطق جهة من الأرض. طبعا قرب لبنان هناك صراعات، لماذا؟ لأن كل جهة لها سياسة معينة تريد أن تسيطر. إذا نتكلم عن التنسيون، إذا نتكلم عن التوترات جيوبوليتيك، كما نتكلم عن السياسات المتعلقة بجغرافية المنطقة. إذا نسميها التنسيون جيوبوليتيك. الصراعات الجيوسياسية تتعلق بجيران لبنان، أونتخ لي فوازان، بين جيران. طبعا لو فوازان مقصود به الجار، لي فوازان الجيران. طبعا لبنان عنده بلدان أخرى كجيران، مثلا سوريا التي تحدث فيها أيضا صراعات، في الأساس هي صراعات سياسية طبعا تتحول إلى حروب. دي مانيفيستاسيون مونستر كونتر لو غوفيرنومون. طبعا لا ننسى التظاهرات الهائلة كونتر لو غوفيرنومون ضد الحكومة، لي طونسيون جيوبوليتيك، ثم التوترات الجيوسياسية اونتر لي فوازان دو سو بيتي بيي، لهذا البلد الصغير سيغنومي الذي يكنى أو الذي يسمى لا سويس دي مويا أوريون، الذي يسمى سويسرا الشرق الأوسط. هذا البلد الصغير الذي عرف أزمات هو أيضا محاط بتوترات جيوسياسية بين جيران هذا البلد الذي يسمى سويسرا الشرق الأوسط. طبعا كما نعلم بأن لبنان تاريخه عريق وممتد في القدم، طبعا كما نعلم بأن تاريخ لبنان هو عريق وممتد في القدم، كما نعلم بأن الفينيقيون استوطنوا هذه المنطقة، ثم أنهم كانوا حلقة وصل اقتصادية بين بقية الشعوب. ثم يعود للبنان اختراع الحروف الأولى للكتابة، ثم إن لبنان إلى وقتنا القريب كانت تشكل إشعاعا ثقافيا بالنسبة لبقية الشعوب العربية. طبعا في الأصل لبنان يعرف تنوع حضاري وثقافي وديني، ويتكون من 17 طائفة وأصبحت مؤخرا 18 طائفة. يقدر عدد سكان لبنان بخمسة ملايين ونصف نسمة تضم كل هاد الطوائف، العدد غير مضبوط فقط هذا تقدير تقريبي. أحيانا يراد لهذا التنوع الثقافي والديني أن يلعب دورا سلبيا، كل طائفة تريد أن تكون الأقوى وأن تكون المسيطرة، لذلك من السهل أن تجد اختلافا بسيطا حول منصب حكومي أنه يعطل الحكومة ويشل دولة سياسيا وتدبيريا من خلال شل كل القرارات التي يمكن أن تتخذ في شأنها. إذن فبدل التعاون بين السياسيين من أجل خدمة كل الطوائف اللبنانية، تجد السياسيين يستعملون هذه الطوائف، يستغلون الطائفية من أجل تحقيق أغراض ضيقة. طبعا اللبنانيون كسروا هذه الحواجز في مظاهرتهم الأخيرة الكبيرة، طبعا مظهرين بأنهم مكونات متلاحمة ومتعاونة وبأنهم شعبا واحدا، في دعوة منهم أن يكون هذا التنوع الثقافي والديني عاملا لإطراء لبنان وليس لتكسير مقوماته. طبعا هناك عدة عناوين حول الموضوع نشرتها عدة صحف، إذا من على نفس الموقع كما نرى كاو إيكولير أبيروت، إذا نتكلم عن فوضى وغضب ببيروت، كاو إيكولير أبيروت، إذا نتكلم عن فوضى أو تشوش شامل كما نقول، كاو المقصود بها فوضى تامة، هي كلمة مذكرة تكتب بأس في آخر الكلمة، إذا نتكلم عن كلمة مفردة مذكرة، نتكلم عن لو كاو، كاو كما نقول فوضى، إيكولير أبيروت، لا كولير المقصود بها الغضب. Environ 300 000 personnes se retrouvent sans domicile à cause de négligence qui ont mené à l'explosion de 2550 tonnes de nitrate d'ammonium mardi et dévasté près de la moitié de la capitale libanaise.
إذا نتكلم عن تقريبا 300,000 شخص، إذا أونفيرون 300,000 بيرسون، إذا نتكلم عن تقريبا 300,000 شخص سو روتروف سون دوميسيل، أنهم يجدون أنفسهم سون دوميسيل بدون مأوى بدون منزل أكوز دو لا نيجليجونس بسبب الإهمال. إذا نتكلم عن الإهمال الذي تدكيه الصراعات الطائفية بين السياسيين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. إذا كل حزب حزب تجده يضع العصا في عجلات الحزب الآخر، والخاسر في النهاية هم مكونات هذا الشعب. Environ 300,000 personnes se retrouvent sans domicile à cause de négligence. 300,000 شخص أنهم وجدوا أنفسهم بدون مأوى بدون منزل à cause de négligence بسبب الإهمال. إذا نتكلم على الverb négliger، الverb négliger المقصود بأنك تهمل، négligence المقصود بها الإهمال. إذا هذا الإهمال كيوماني التي أدت à l'explosion إلى انفجار de 2750 طن de nitre d'ammonium إلى انفجار 2750 طنا دو نيترات الأمونيوم نيترات الأمونيوم ماردي يوم الثلاثاء ديفاستي ودمر لو فيرب ديفاستي أنك تدمر بخي دو لا مواتي دو لا كابيتال ودمر هذا الانفجار بخي دو لا مواتي تقريبا نصف دو لا كابيتال ليباني نصف العاصمة اللبنانية أمر مهول صراحة. طبعا نترحم على القتلى ونسأل الله أن تمر هذه المأساة على لبنان بردا وسلامة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.